السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الثالث اللي ان شاء الله غنشوفوا يعني الفاولز ساوندز. اوكي، كما شفنا يعني في الفيديو السابق بان ان انجلش وي هاف 26 ليجرز، عندنا 16 حرف، وقلنا بان كاين 5 ديال الفاولز و 21 ديال الكونسونانتس. اوكي، فقلنا بان الفاولز يعني عنده يعني بزاف ديال الاصوات اللي هما غنتعرف عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو. وكما تلاحظوا معايا ان مثلا اي يعني هذه حروف اي 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 او اند يو اند واي. اوكي، عندنا لونغ فاول ساوند اللي هما يعني اصوات متحركه طويله واصوات متحركه القصيره، بمعنى بحال مثلا اي بحال مثلا از ان نيم. اوكي، اي يعني كاين واحد المد الطويل اي اي، وهنا مثلا از ان مان مان، از ا مان ما ما ا، يعني كاين واحد يعني واحد الشوط واو هنا اي وهنا ا. هذا هو الفرق ما بين الشوط واو الصمت و لونغ واو الصمت. سو از هير ان اي از نيم، اوكي، ميك دي اي مي. اوكي، ويت ويت اي اي ايميل ايميل. اوكي، هنا مثلا مان ما يعني مان رجل، ما يعني خريطة، اكتر اكتر ا اكتر يعني ممثل، كات كات يعني قط ا كات. اوكي، فهنا كاين اي اند ا. Another sound يعني يعني الصوت الثالث اللي هو as in are as in father 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 are car 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 يعني car يعني السيارة، father أب. okay and far يعني بعيد يعني البعد، هنا adjectives far. okay، وهنا يقدر تكون يكون مثلا يعني الصوت الرابع as as in about 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 هنا يعني فونيكس تسمى شلا. اوكي، about another 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 اوكي. سو اي يعني حرف اي عنده ا and ا and a and r يعني اربعة ساوند. اوكي، غنشوفوا اي يعني حرف اي، فحرف اي as in سي في سي ميت يعني اللقاء، ميت يعني اي ميت ميت سامون، ان تلتقي مع شخص اخر مثلا، مين اي يعني يعني مين اي مين. اوكي، ات ات اخر عرفنا لا ات تاكل ات ات ماشي ات اي يعني واحد متطول اي ات. اوكي، شو الفاول ساوند اللي هو as in pen pen تسكريشي pen. اوكي، يعني اه اه pen man، هنا رجال، هنا man as رجل. اوكي، I am man man يعني رجال. اوكي، يعني رجال يعني plural، هنا singular هنا plural. اوكي، ten يعني عشرة number ten and bed bed bed، حيت اللي قلنا مثلا bad يعني bad يعني سيء، تنقولوا good 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 and bad. اوكي، هنا bad يعني سيء، bad bad اوكي. فهنا اي عنده از عنده ا عنده اي. اوكي، يعني two sounds. اوكي، شوفوا next next letter اللي هو i، فا i as in nine يعني تسعة، nine nine like like okay like like okay night night and late night high 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 okay. high high night nine like okay and هنا as long vowel sound وهنا short vowel sound اللي هو e يعني تنطق هنا اي سيت
سيت قداش لي زعما تاعنا سيت سيستر سيستر يعني الاخت سيستر شقيقه سيستر سي سي هنا سي سيستر هنا سي هنا ماي اي اي ان اي اوكي شوفوا او ليتر او لونغ فاول ساوند جو جو اوكي او جو ليتس جو جو ستون ستون اوكي ستون يعني الحجر ستون ستون اوكي سو جو ستون هنا لونغ او قلت لكم واحد لونغ او هنا يعني شارف as in got لا لا تقول مثلا got نو got 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 ماشي a ولا e a got hot 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 got اوكي نشوفوا you as in use يعني استعملها use music okay music use as short vowel cup and guess cup ماشي cup 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 but ماشي but كده قلنا but يعني هذا but يعني but and cup okay واخيرا يعني why why علاش قلنا هو يعني in some case vowels for example here happy e happy very يعني very okay e as in here e داك الشيء تسمى يعني تسمى يعني vowel هي باش تسمى تسمى vowels يعني e مثلا as consonant تتقاز اي بحال مثلا يو اوكي يو يلو اوكي يعني اي اوكي ف هادو يعني يعني سام vowels sounds اوكي حيت كما قلت لكم هما 20 يعني 20 sounds بقى لينا دابا 6 فهاد 6 ان شاء الله غنشوفهم في الفيديو الجاي ان شاء الله ونتمنى يعني استفدتوا من هذا الفيديو اللي صراحه مهم بزاف حيت علاش حيت هادو باش نعرفوا يعني نقو يعني الكلمات يعني بشكل صحيح ف يعني بحال مثلا هذا مثلا يعني شفتي هاد الكلمه وما عرفتيهاش عندك تمشي ديكشنري وتشوف يعني لو لقيتي ان هاد الوصف تنطق ا اوكي يعني لقيتي هاد الفالز اي طب اي اوكي يعني كلشي نتمنى كلشي سهل كلشي باين ونتمنى استفدتوا بزاف السلام عليكم وما تنساوش دير جيم باش يجي لكم ان شاء الله فيديو جديد اللي ان شاء الله غنديرو هاد السيمانه الجايه ان شاء الله شكرا السلام عليكم